ونلاحظ أن كلمة إياك كررت مع نعبد ومع نستعين. فنسأل سؤالا افتراضيا، لماذا لم يقل إياك نعبد ونستعين؟ وقيل إياك نعبد وإياك نستعين، ما الفرق بين التعبيرين؟ لو قيل إياك نعبد ونستعين لأفاد هذا التعبير واحتمل أن تكون الاستعانة محددة ومخصصة للعبادة فقط. إياك نعبد بتقديم المفعول، نستعين ليس فيه المفعول مقدم، فالنص لا يحتمل الاختصاص في نستعين. لو قلنا إياك نعبد ونستعين لكان الاختصاص والحصر للعبادة فقط دون الاستعانة. والمعنى على هذا، على هذه الصياغة المفترضة، أن نخصك بالعبادة ولكن لا نخصك بالاستعانة، فيمكن أن تكون نستعين بك ونستعين بغيرك. لكن عندما يقال إياك نعبد وإياك نستعين ارتفع كل هذا الاحتمال، وأصبح الحصر والاختصاص في العبادة وفي الاستعانة. إياك نعبد نخصك بالعبادة ولا نعبد سواك، وإياك نستعين نخصك بالاستعانة ولا نستعين بسواك. إذن هذه حكمة عظيمة. لو قيل أيضا إياك نعبد ونستعين من غير ما ذكرناه، أنك ذكرت مصدر العبادة إياك، وأصبحت الاستعانة للا مصدر بالنص. إياك نعبد الخطاب لله تعالى، ومصدر العبادة موجود وهو المفعول، ونستعين ليس هناك مصدر لهذه الاستعانة. لكن عندما تقول إياك نعبد وإياك نستعين وجد مصدر العبادة ووجد مصدر الاستعانة، وارتفع الاحتمال الذي ذكرناه فرضا. أيضا معنى آخر، عندما تقول مثلا إياك نعبد ونستعين قد يفهم ويتوهم من هذا التعبير أن العبادة والاستعانة شيء واحد لا يتم أحدهما إلا بالآخر، وهذا ليس صحيحا. العبادة لها معنى مستقل والاستعانة لها معنى مستقل، صحيح بينهما تداخل وتكامل حيث المعنى، لكن اعتبار كل كلمة بمفردها هي مستقلة في المعنى عن الكلمة الأخرى. لكن عندما تقول إياك نعبد وإياك نستعين أصبحت العبادة لها مفهوم والاستعانة لها مفهوم ومعنى، ولا يكون هناك خلط بين الأمرين. هذا ما يتعلق بتكرير إياك نعبد وإياك نستعين. وقد اتضح لنا أن تكرار كلمة إياك جاء في محله، وهو مقصود بإتمام المعنى والاختصاص في العبادة والاختصاص في الاستعانة بالله تعالى. الاستعانة تتطلب ثلاثة أشياء: المستعين وهو المتكلم نستعين، لأن نستعين فاعله مستتر وجوبا تقديره نحن هذا المستعين، والمستعان به وهو الله تعالى. في عنصر آخر غير مذكور وهو المستعان عليه،
أنت تريد الاستعانة من الله على شيء معين، لكن قيل وإياك نستعين، لم يقل نستعين على عبادتك مثلا. لماذا لم يذكر المستعان عليه في الآية وهي عامة، ولم يقل وإياك نستعين على عبادتك أو على شكرك؟ في هذا سر عظيم، وهو أن حذف المستعان عليه يفيد العموم، لأنه لو ذكر لكانت الاستعانة محصورة في ذلك المعين المحدد. لو قيل وإياك نستعين على عبادتك لكان النص الاستعانة على العبادة فقط، والاستعانة على الأمور الأخرى أمر مجهول ليس فيه نص في آية الفاتحة. لكن عندما يكون المستعان عليه غير مذكور فهذا يفيد العموم ويشمل كل ما يمكن أن يستعان عليه من مباحات ومن فضائل ومن حلال، فلك أن تقدر ما شئت من ذلك. إياك نستعين على عبادتك، إياك نستعين على شكرك، إياك نستعين على كسب الرزق الحلال، إياك نستعين على طلب العلم، إياك نستعين على تربية الأولاد، إياك نستعين على الزواج من أراد الزواج، إياك نستعين على الذرية الطيبة الصالحة، إياك نستعين من أراد الحج على الحج، إياك نستعين على التغلب على الأمراض، وهكذا يشمل ما تريد من الاستعانة بهذا المحلوف. لأنه لو حدد وذكر لكانت الاستعانة محصورة في ذلك المحدد المعين، وهذا يقال في حذف المعمول للفعل، والمعمول الفعل قد يكون جارا ومجرورا كما هنا، وقد يكون مفعولا. فعندما يحدث يفيد العموم، زي مثلا شخص يريد أن يمدح شخصا آخر فقال فلان يعطي، والفعل أعطى يعطي من الأفعال التي تنصب مفعولين، فهذا لم يذكر أي فعل من مفعولين، قال يعطي فقط، قال هذا أبلغ في مدحه. لأنه لو ذكر المفعول لكان عطاء هذا الشخص محصورا في ذلك المذكور، قال فلان يعطي مالا، إذن تحدد الشيء المعطى. لكن عندما يقول فلان يعطي يكون كل ما يمكن أن يعطيه ويمدح عليه، فلان يعطي مالا، يعطي صدقة، يعطي طعاما، يعطي مشورة، يعطي نصيحة، يعطي علما، يعطي ما يمكن أن يعطى من الخيرات. وهذا إذن الأثر في عدم ذكر المستعان عليه في آية الفاتحة. أمر آخر، كيف نخص الله سبحانه وتعالى ونحصر الاستعانة به ونحن نستعين بالبشر؟ بل أمرنا الله تعالى بالاستعانة بالبشر في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، والتعاون يكون بالاستعانة بالآخرين، فكيف يستقيم هذا مع الاختصاص والحصر؟ ليس هناك تعارض بين الآية وهي حصر والاختصاص
الاستعانة في الله سبحانه وتعالى وبين الاستعانة بالآلة أو الاستعانة بالبشر، لأن الله تعالى اقتضت حكمته أن يجعل عونه لعبده عن طريق الأسباب. الله سبحانه وتعالى تكفل بالرزق لعبده، لكن ليس معنى ذلك أن يأتي الرزق ويصب في حجره وهو قاعد، كما قال عمر رضي الله عنه: إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. صحيح تكفل له بالرزق، ولكنه أمره بالسعي وبالجد والأخذ في الأسباب حتى يعينه على اكتساب الرزق الحلال. أيضا الله سبحانه وتعالى هو الذي يعينه على طلب العلم، ولكن اخترت حكمته أن يكون طالب العلم بالجد والاجتهاد، وأن تبحث عن المدرسة أو عن المدرسة أو عن المعهد، وتبحث عن الكتاب وتلازم الدرس وأن تذاكر للامتحان وتنجح. لابد أن تأخذ بالأسباب حتى تنال طلب العلم من الله سبحانه وتعالى وأن يعينك عليه. وهكذا يقال في كل شيء. الله سبحانه وتعالى ربط الإعانة والأمور بأسباب وقوانين كونية لا تبديل لها ولا تحويل. الله كان قادرا على أن ينصر رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم من أول لحظة، لكنه جاهد ولاقى من الأذى ما لاقى وحارب وتؤمر عليه حتى في الهجرة. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أخذ في الأسباب وجهز الراحلة بكل سرية وكتمان، ثم عندما خرج ذهب إلى الاختفاء في غار ثور. وهكذا تعلمون من قصة الهجرة كيف يعني كانت الأسباب، ولكن الحافظ هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي نصره. إلا تنصروه فقد نصره الله. أيضا لم ينصر المسلمين هكذا لأنهم مسلمون، طالبهم بالاستعداد وأخذ العدة ووسائل الحرب من التدرب ومن استعمال السلاح وإجادة هذا الاستعمال، ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلغ بعضكم ببعض. وهكذا فهذه الأسباب من خلقها؟ الله سبحانه وتعالى، فهو المسبب وهو صاحب السبب. والله سبحانه وتعالى هو الذي سخر لك ذلك العبد الذي ساعدك وعانك على مطلوبك. ولولا الله سبحانه وتعالى لما قدر ذلك العبد على أن يتحرك أو يذهب في سبيل قضاء مصلحتك. فإذن هذه الأسباب هي كلها مخلوقة لله سبحانه وتعالى، وهي سنة من سننه. مريم وهي تضع مولودها، وطبعا الولادة تستهلك من المرأة قوتها وتلهكها وتجعلها ضعيفة جدا، وهذا قال: وهزي إليك بجذع النخلة. كان الله قادر على أن ينزل عليها الرطب في حجرها بدون أن تتحرك. ثم كيف تحرك جذع النخلة والنخلة معروفة في جذعها؟ لابد أن تأخذ سبب وهي في تلك الحالة لكي يعينها الله سبحانه وتعالى. إذن هناك لا تعارض بين اختصاص الله سبحانه وتعالى بالاستعانة، لأن حتى هذه الأدوات وهذه الأسباب وهذه الآلات وهؤلاء الأشخاص كلهم أسباب
مسخرة من عند الله سبحانه وتعالى ومرسلة إليك، ولولا الله لما كان هذا السبب. ولذلك فلا تعارض مطلقا بين كون الاستعانة لا تكون إلا بالله ويختص بها الله سبحانه وتعالى، وبين أخذ الأسباب وأيضا الاستعانة بالأشخاص والآلات.